السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تابع علينا مواسم الخيرات وأكمل علينا الحسنات، أحمده سبحانه وأشكره على جزيل نعمائه وسابغ عطائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته جل وعز وتقدس عن والدة وولد وند ومثيل وشبيه ونظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السراج المنير والبشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، فإن التقوى هي وظيفة العمر، فمن اتقى الله نجا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل للعبادة وقتا دون وقت، بل جعل العمر كله وقتا للعبادة، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الطبري رحمه الله تعالى: أي فاعبد ربك حتى يأتيك الموت. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: اليقين الموت، فلا حد للعبادة بوقت ولا قدر إلا ما قدره الله عز وجل وقدره نبيه صلى الله عليه وسلم. فاعبدوا الله واتقوه واشكروه إليه ترجعون. أيها المتقون، إن الله سبحانه وتعالى أثنى على عباده المؤمنين المحافظين على صلاتهم، فقال عز وجل: والذين هم على صلاتهم دائمون. فهم يداومون الصلاة والعبادة، فلا يجتهدون في وقت دون وقت، ولا يتعاطفون مع العبادة في وقت دون وقت، بل هم في وقتهم وفي ديمومتهم على العبادة، ينتظرون أن يختم الله عز وجل آجالهم، وهم موحدون يعبدون الله على بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إخوة الدين والعقيدة، إن الأعمال إذا استمر بها العباد قبلها الله عز وجل، إذا كانت خالصة لوجه الله عز وجل، موافقة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن كانت قليلة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالعمل مهما قل إذا كان خالصا موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم قبله الله. وكما جاء في حديث عائشة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب العمل إلى الله عز وجل أدومه وإن قل. فداوموا يا عباد الله على الطاعات والحسنات، ولا ترجعوا بعد أن تنعمتم وتلذذتم، فإن زلت بكم أقدامكم فعودوا وتوبوا، فإن الله تواب رحيم.
وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أيها الأحبة، إن نبيكم صلى الله عليه وسلم سن لكم صيام 6 من شوال لأجل أن تتزودوا في الخيرات وتتابعوا الطاعات، فجاء عند مسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله، فشهر رمضان يعادل 300 يوم و6 من شوال تعادل ما بقي من السنة. فاجتهدوا يا عباد الله في هذه السنة التي سنها لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولا تلتفتوا لمن يخذلون ويكذبون على النبي وعلى الصحابة وعلى السلف، فهم يكذبون على الإمام مالك رحمه الله تعالى، فيقولون إن مالك يقول بأن صيام 6 من شوال بدعة. قال مطرف بن عبد الله، وهو من خاصة تلاميذه رحمه الله، كما ذكر ذلك القرطبي وذكر ذلك ابن عبد البر، وهم من كبار علمائنا المالكية رحمهم الله. قال رحمه الله: إن الإمام مالك يصوم 6 من شوال ولا يظهر ذلك، ويكره أن يظهر أهل العلم والفضل الذين يقتدى بهم، يكره أن يظهروا صومهم إذا صاموا في اليوم 2 من شوال لأجل أن لا يظن الناس أن ذلك مشروع وأن ذلك واجب، فيصوم ثاني يوم في اليوم 2. إذن هذا هو رأي مالك وهذا هو فعل مالك، وأنتم متعبدون بطاعة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو خالف أحد من العلماء ما جاء عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك قوله، لأن العلماء كما وضعوا القاعدة الأصولية لاجتهاد مع النص. ولكن مع ذلك فالإمام مالك رحمه الله كان يصوم 6، ولكن كان يخشى ممن يصوم من أهل العلم في اليوم 2 من شوال أن يظن بعض الناس أن ذلك واجب صيام، أن ذلك الصيام واجب في اليوم 2 مباشرة. أيها المسلمون، إن صيام 6 من شوال يجوز أن يكون متفرقا ويجوز أن يكون متتابعا، وإن صيام هذه 6 من بادر في اليوم 2 فالمسارعة بالأعمال الصالحة رغب الله فيه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: فاستبقوا الخيرات، وقال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ولكن إذا كان سيترتب على صيام اليوم 2 أمور تتعطل وتتوقف، وهي في أيام ونحن في أيام العيد، فلو أخر الإنسان صيامه لا بأس بذلك، وإذا قصد بذلك الزيارة والتواصل فله بذلك من الله عز وجل أجر عظيم على هذه النية. أيها الموحدون، إن صيام 6 من شوال إن الصحيح في ذلك أنه يجوز أن يقدم على قضاء رمضان، فيجوز لمن أراد أن يصوم 6 ثم يقضي بعد ذلك، لعموم قوله تعالى: فعدة من أيام أخر، فهذا واجب موسع وليس بواجب مضيق، فلم يحدد الله عز وجل له في السنة يوما أو أياما أو شهرا، بل جعله في السنة كاملة، فلله الحمد والمنة على ذلك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه
وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، أيها الإخوة، إن الله عز وجل أعان من تابع العبادة وأعان من جاهد لأجل أن يستمر في عبادته، فجدوا واجتهدوا وشمروا. قال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فكل مجتهد وكل مجاهد لنفسه وللشيطان أن يستمر في العبادة، فليعلم أن الله معه. أيها المؤمنون، مهما حدث من خطأ ومهما حدث من زلل، فإن الله غفور رحيم، فتوبوا إليه واستغفروه وراجعوه وأصلحوا مع الله عز وجل، فإن الله يتوب على من تاب، فإن الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ألا وصلوا وسلموا على نبيكم نبي الرحمة محمد بن عبد الله، كما أمركم الله بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن أصحاب الشجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر أهلنا في سوريا وفي فلسطين وفي اليمن والعراق وبورما. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا جبار. اللهم انصر جنودنا المرابطين. اللهم انصر جنودنا المرابطين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحوثيين وأعوانهم. اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم. اللهم واخلفهم في أهلهم خيرا يا رب العالمين. اللهم وفق رجال أمننا لما تحبه وترضاه. اللهم احفظهم بحفظك. اللهم احفظهم بحفظك. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه، واجعل عمله في رضاك وسائر ولاة المسلمين. اللهم وفقه وولي عهده للبر والتقوى. اللهم واجعلهم سلما لأوليائك حربا على أعدائك وسائر ولاة المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن أحبنا وأحببناهم فيك ولمن أوصانا وأوصيناهم بالدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أقر أعيننا بصلاحنا وصلاح أبنائنا وبناتنا وزوجاتنا وقراباتنا وجيراننا وسائر المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.